يا مساء الخير، مساء الحب. اخيرا وصلنا الحسا يا جماعه الخير. وده يصير شكله مرتب ويعرف يلبس زين ويكون انيق، بس مو بعارف كيف الطريقه. الرياضه صعبه عليه، يسوي عمليات جراحيه هم صعبه عليه، يحب الاكل تقول له لا تاكل هم صعبه عليه. كيف الطريقه وما هي الحلول المميزة والمجربة والمضمونة لمشاكل السمنة؟ اليوم بإذن الله تعالى راح تشوفون معاي تغطية جميلة ورائعة راح تختصر المشوار لكل شخص عنده زيادة في الوزن. خير يا أستاذ محمود، وعذرا على التأخير، الشاعر الله يهدي ويصلحه أخرنا، والعذر والسموحة منكم على التأخير. لا لا صحيح، لا 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 انا اخرتك. مو بنت اللي اخرتنا، والله سجل عبال خيرت صحيح. المهم ان احنا اللي تاخرنا. علي انا كم ساعه قاعد اليوم؟ خلاص يبا خلاص، ساعه ما صب قاعد انا. ما ابو الشاعر اللي اخرنا يا استاذ، ايش اسمه اللي اخرنا؟ عمي ابو علي. لا خلاص، المهم ان احنا تاخرنا يا جماعه. سالكم لي لا تفضحني، بسالك سالك لي، قل لي صحيح، قل صحيح صحيح. هذا محمود بكل اختصار وبدون فلسفة زايدة، أنا شخص وزني زايد وجيت لمركز من مراكز الوزن المثالي اللي هي 250 مركز ما شاء الله تبارك الله على مستوى الخليج. أنا جيت ودخلت فرع من فروعكم وأعاني من سمنة وارتفاع في الوزن، إيش الشيء اللي راح تسوونه لي؟ اهلا بيك يا استاذ مرتضى وكل متابعينك على مستوى السعوديه ومستوى الحسا. حلو، تمام، الله يحييك. مركز دكتور نوتريشن الوزن المثالي، احنا اكبر مركز في الشرق الاوسط لعلاج السمنه والنحافه. ما شاء الله تبارك الله، لينا 250 فرع في الدول العربيه. ما شاء الله تبارك، في الكويت، في البحرين، في قطر، في عمان، في الاردن، في السعوديه 150 فرع. ما شاء الله. النظام ده لو حضرتك حابب تخفف الوزن، اول شيء بنعمل فحص كامل للجسم. اول ما بيحضر العميل، تمام، فبنقدر ان احنا نعمل له فحص كامل للجسم مع اخصائي التغذيه. حلو. الفحص ده بيشوف في طوله وزنه الحالي وبيحدد عنده زياده قد ايه في الوزن. الوزن الزايد بينقسم الى ثلاث اشياء: دهون، سوائل، املاح، واماكن تمركز الدهون في الجسم في اي منطقه. طبقا لكل الاشياء دي وطبقا للحاله الصحيه، الاخصائي بيبدا يصمم البرنامج الغذائي الخاص للعميل. حلو. تمام؟ والبرنامج الغذائي بيختلف من شخص لآخر، تمام، حسب طبيعه جسمه. حلو، دي النقطه الاولى. كمان بنحدد له مجموعه كامله من منتجات التنحيف. حلو، تمام. المنتجات دي بيبقى فيه منتجات تحرق الدهون في الجسم كامل. يعني العميل لما بيجيكم انتوا بتدرسون حالته وبتاخذون فحوصات عليه بالضبط عن طريق متخصصين في التغذيه. تمام. وبتعملون له برنامج غذائي وبتعطونا منتجات للتنحيف خاصه لكل شخص حسب بياناته. صحيح، بالضبط كده. المجموعة كاملة من منتجات التنحيف اللي بنحددها طبقا للنتائج اللي بتطلع معانا في الفحص. في مثلا بيرفكت اناس، ده لطرح السوائل والاملاح. في لابير، ده للدهون الحشوية في منطقة البطن، تمام. كمان بيكون في حاجة زي البيرفكت تي، ده لتقليل الشهية، والبيرفكت بوشن ايضا. وفي ال كارنيتين بنستخدمه قبل المشي وقبل الرياضة لحرق الدهون. حلو. طيب احنا كمان بندي ضمان نزول في الوزن من 4 الى 12 كيلو في الشهر الواحد، والنتيجه بفضل الله بتكون مضمونه من اول اسبوع. كمان بيكون معانا قصص نجاح نزول في الوزن، تمام. بيطلع معانا الحين العملاء وبيحكوا تجربتهم معانا. الاستاذ ابراهيم نزل معانا. دقيقه، في نقطه مهمه، ضمان. يعني انا لما اجي عندكم وتاخذون علي فحوصات وتعطوني برنامج امشي عليه، تعطيني ضمان اني انزل كم كيلو؟ من 4 الى كم؟ 4 الى 12 كيلو في الشهر. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بيكون اخوي ابراهيم احد المشتركين لدى مركز الوزن المثالي. شلونك؟ طيب، فرصه سعيده يا حبيبي. السؤال اللي يطرح نفسه، كم كيلو نزلت وكم المده؟ الحمد لله نزلت 30 كيلو في 3 شهور. يعني معدل 10 كيلو شهريا. 30 كيلو في 3 شهور. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، عيني عليك باردة. الله يسلمك. الحين بوريكم صورة حق قبرة.
إبراهيم راح أصدمكم والله ما راح تتوقعون أن هذا اللي واقف قدامكم هو صاحب الصورة. قولوا ما شاء الله تبارك الله. هذا إبراهيم. إيش سويتوا في إبراهيم أنتم؟ إبراهيم هو الأستاذ إبراهيم تابع معنا كل أسبوع مع الأخصائي، كان بيسوي الفحوصات، بيعطيه البرنامج الغذائي وبياخد مجموعة كاملة من منتجات التنحيف. ما شاء الله تبارك. يقدر يحكي لنا إزاي قبل كيف كان وضعه قبل التنحيف والحين كيف هو؟ أمانة عليك، كيف نزلت 30 كيلو؟ عطنا القصة باختصار. طبعا جيت بعد ما اشتركت في الوزن المثالي، أعطاني الدكتور اللي هي خطة البرنامج الغذائي، أسبوعيا أجي أفحص أشوف الوزن نازل. الشيء الممتاز أنه يعني ضمان في نزول الوزن أسبوعيا. حلو. فكنت من أسبوع لأسبوع من 5 كيلو في الأسبوع أنزل 3 كيلو. يعني زبدة الكلام انك كنت تراجع معاهم اسبوعيا، تابع اسبوعيا. لازم تجربة ناجحة وقوية جدا، والله وهنيك عليها. ترى نزول 30 كيلو ما يصير عادة الا، يعني اغلب الناس ما ينزل 30 كيلو الا بعمليات جراحية. ومعانا الاخ، شو اسمك؟ ماهر. ماهر كم كيلو نزلت؟ نزلت 16 كيلو خلال شهرين. 16 كيلو، ممتاز، يعني بمعدل 8 كيلو كل شهر. ايه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا أنت قبل؟ هذا ما شاء الله تبارك الله. هذا أنت أكيد؟ أي أكيد. أمانة عليك؟ أكيد. شوفوا يا جماعة الخير، السمنة كيف تضيع جمال الإنسان، الله العظيم يا جماعة. شوفوا صورته قبل وصورته بعد، شوفوا الحين. هذا أنت أكيد؟ والله كأن أبوك يا جماعة الخير. تنصح الناس يعني يتعاملون مع الوزن المثالي؟ أنصحه والالتزام بالبرنامج والمتابعة الأسبوعية، وبإذن الله راح نشوف نتائج أفضل من اللي حصلها فيه. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم. معاها مجموعة 3 منتجات من منتجات التنحيف، وبيكون معاها سناكات بقيمة 100 ريال. والمفاجأة تمام، كل متابعينك ليهم شهر إضافي، بيصير 4 شهور و3 منتجات. بيض الله وجهك. يعني يا جماعة الخير، ب2000 كانت 3 شهور، الحين سووها ب999 4 شهور، وهدية مجانية سناكات. بيض الله وجهكم. طبعا حابب يحجز العرض بيسحب اللينك ويدخل عند خدمة العملاء.